حياكم الله احبتي المشاهدين مره ثانيه، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. طبعا بالفاصل ضمننا للاستوديو اليوتيوبر المبدع والفكاهي نجم الشمري. صباح الخير يا نجم. صباح الخير عليك، نورتنا واشرفتنا اليوم. تدول قلبك نجم. انت اليوم نقدر نقول بالعاميه ضلع اليوتيوبر كرار السعدي. طبعا قبل فتره ضلع يعني كرار السعدي، تحياتي له. حياتنا الى اكيد. انت ويانا نجم الشمري، كلمنا عن بداياتك. بداياتي كانت كلش حلوه وحبيتها، لان تعرفت على زميلي واخويا كرار الساعدي، تحياتنا له. تحياتنا. فتعرفت على كرار، كان عنده جلسه تصوير انا وصديقي. فكرار كان عنده مقلب، يصور مقلب هناك وسوى بيها مقلب، حتى بوقتها ردت قلت له بس قلت خطيه. فتعرفت على كرار، حكيت وياه على الفيس انه ردت شو وقت اعرف الحلقه شو وقت تنزل باليوتيوب. فهو جاوبني وسولفنا، هنا بدات علاقتنا. فكرار ورا فتره رابط الصداقه والعلاقه بدا يقوى بيناتكم. بدا اي. فنشر ورا فتره انه محتاج ممثل. فانا حكيت وياه قلت له انا امثل وياك. فهو وافق ورحت وياه، مثلنا اول فيلم. اول فيلم انه صعد الترند الاول على العراق. زين. اليوم انت صعد الترند كحظ لو كمهنه؟ مهنتك اليوم انت مثلت بصوره صحيحه. يعني الصراحه احنا كنا متفاجئين، يعني الرقم وصل، قلت لك صعد الترند الاول على العراق الحمد لله والشكر. هنا بلشنا ان نمثل افلام. كل الافلام اللي مثلناها كانت بها رساله قويه جدا. كل الافلام اللي مثلناها وكل الافلام اللي مثلناها صعدت المحتوى الاول على العراق. فالحمد لله والشكر قدرنا نحقق نجاح كلش واسع، وقدرنا نوصل لعدد اكثر من 4 مليون متابع واكثر من مليار مشاهده. طيب نجم، اكثر فيلم مثلته برساله هادفه وحقق نجاح شنو هو؟ اكثر فيلم شو اسمه؟ فيلم انه الصديق الميساء على الصديقه. انه صديق هذا موجود على اليوتيوب. نعم موجود على اليوتيوب. نعم. انه صديق محتاج ايجار، فانا كان عنده بوكيته فلوس وما اعطيت الكرار. هذا الفيلم كانت به رساله كلش قويه. طيب انت تحكي كرار. اوكي خلينا نشوف. اذا احبت المشاهدين خلينا نشوف هذا المقطع اللي ذكرناه نجم، بعدها نرجع وياكم. الو ها نجم، انت وين؟ لا شلونك ولا شي؟ الفلوس عبر موعدتين، واليوم اذا ما جا الفلوس ترى يصير غير حكي. مثل ما قلت لك يلا في مالنا. يا رب افرجها، عسى هذا منين ادبر له فلوس؟ هلا وكرار، شلونك؟ شلونك؟ يلا ساعات خليني اوصلك. لا تسلم، اذا تمشى والله. خير ايش فيك شو ضايق؟ اي والله كرار، اليوم ضايق ومتوازي كلش. خيرك شكو يا ستار؟ هذا كان يطلبني 200 الف ويريدهن اليوم وخابرني ويهدد وما اعرف شنو. ما يا نجم يعني ما اعرف شو اقول لك. كرار انت معذور، انا اعرف ظروفك، انت اخوي. يلا الله كريم، من هذا العصر ان شاء الله يدبرن. الله كريم. يلا في مال الله. في مال الله. هلا وكرا، شلونك؟ هلا حبيبي، شلونك؟ يلا انزل فوت جوا. لا والله اريد اروح. اقول لك اريد ابيع الدراجه. مو ذاك يوم قلت لك عليك ما ابيعها. لا والله بعد اليوم قررت ابيعها.
السلام عليكم، شلونك اركان؟ تفضل. لا تسلم، اريد اروح اقول لك انا هاي الفلوس ال 200 اللي تطلب نجم. منو دسن؟ هو انه تبغى تطلب نجم 200؟ ايه انه هذا هذا هو. يلا عيني في مال الله. الله حبيب الله. خلوا روح الاركان، بلكه الله يعطيني مجال هاليومين، بلكه الله يفرجها. السلام عليكم. سلام. شلونك اركان؟ زين. اقول لك بجاك موضوع اريد احاكيك فيه. اي قول. بس عمود الفلوس بكثر تعطيني يومين ادبر لك اياهن. ليش مو قبل شوي دزيت انت؟ انا ما دازم. قبل شوي جاب لي عن صديقك. صديقي منو؟ جاب لي عن صديقك كرار وقال لي هاك هاي فلوس نجم. صديقي كرار؟ اي. يعني هسه هاي؟ هاي. يلا مشكور عين اتمام الله. الله ياك الله ياك. نجم عود انا جايك للبيت. غيرك انت مطلب فلوس الاركان؟ هي معود انا انطيتني لاحسن ما يلزم لك الباب وتصير مشاكل وهن ما يسوون. والله صراحه ما اعرف ايش اقول لك. زين انت ما عندك منين دبرتهن؟ عنده. اقول لك هاك ما افرح يجوز استلذ من انطيك وانا بوقت عوز. انت صاحبي إذن مشاهدينا، من بعد ما شفنا الفيلم أكيد بعدنا مستمرين بحوارنا. إذن أحب أسألك، إحنا شفنا هذا الفيلم اللي صورتوه مع الأصدقاء، أريد أعرف الفيلم الأول اللي صورتوه اللي رأساً صعد، شو كانت فكرته؟ فكرته الفيلم أنه الصديق اللي يخون صديقه، أنه يصادق أخته وهيك شيء. هي أكثرية المواقف اللي تصير حالياً كيعني واقع، أنه أصدقاء أكثر شيء يغدرون. إيه صحيح، إن قصصنا مأخوذة من الواقع كلها. فقلت لك الحمد لله والشكر قناتنا حالياً مأخذ الأول على العراق. حالياً هسه قناتنا الأول على العراق، أول يوتيوبر عراقي يوصل لهذا العدد. حلو. طيب نعم. اليوم هواي يوتيوبرية معروفين. نعم. بالوسط احنا بدون ذكر اسماء. اكو يوصل مشاهدات فوق 500 واكو 6 ملايين واكو مليونين واكو هاي، ويدعون انه هم واصلين مرحله بالوطن العربي، واكو يقول لك انا الاول على العراق واقول الثاني واقول الثاني على الوطن العربي. تكلمنا عن قناتك انت وكراب. قناتنا يا مرحله وصلت المهرجانات اللي شاركت بها شنو؟ مهرجان ما شاركنا للاسف. بس قناتنا انا وكرار خلال فتره جدا قصيره ما تتجاوز اللي سنه ونص، فيعتبر أول قناة عراقية يوتيوبر عراقي يوصل لهذا العدد خلال فترة جدا قصيرة اللي ما تتجاوز السنة ونص. وصلنا لهذا العدد اللي هو أكثر من 4 مليون متابع وأكثر من مليار مشاهدة، فالحمد لله وشكرًا، أعتبره توفيق من رب العالمين. طيب المشاهد اللي تصوروهن فكرة من؟ فكرتي أنا وكرار. يعني أنتوا تتفقون بيناتكم؟ إيه بيناتنا. وتشوفون شنو الفكرة اللي تلائم؟ نعم. وتصوروها. ايه ان اكثر الافكار ماخوذه من المجتمع. فاحنا نرتب الفكره وتبقى الكرار يكتب الفكره انه فلان يوم يبلش التصوير ونصور الفكره. حلو. المشهد. الشخص اللي ساعدك واللي دعمك واللي شجعك انه انت تدخل بهذا المجال وتستمر به؟ والله الصراحه اكثر شخص ساندني وتعب وياي هو كرار. اكثر شخص تعب وياي. وابنك ما عرفته كم قلت لي انه هو يحب التمثيل فاني انضميت للتمثيل؟ لا لا، اكثر شخص قلت لك تعب وياي وساندني بمسيرتي هاي كلها هو كرار، اكثر شخص. طيب نجم، اليوم انت مليار مشاهده. نعم. واربع مليون مشترك. شو تشوف يعني هذا الشيء انه سنه ونص انت وصلت هذا الرقم؟ شلون تشوف تعامل الناس وياك؟
توصلك مسجات عن يقول لك احنا اليوم مجتمع عراقي، احنا مجتمع محافظ. تكلمنا عن فلان ظاهرة، فلان مسألة، فلان قصة جسدنا اليوم احنا انا وياك ورغد نسولف مثلا على موضوع. احنا مريت هذا الموضوع اسوالف، جسدنا هذا الموضوع مقطع فيديو. هم توصلك هواي مقاطع؟ نعم. عفوا هواي مسجات؟ نعم توصلني هواي مسجات، انه شلون ما نقول الافكار اللي توصلني هي. فاحنا شلون ما قلت لك الافكار هنا ناخذها من المجتمع يعني. فنجسد الادوار انا وكرار، انه من نبلش نرتب الفكره انه اسولف يا كرار مثلا فلان فكره فلان فكره، نرتب الفكره اللي صايره بالمجتمع، اذا ما صايره بالمجتمع ما اعتقد نرتبها. طيب. فنرتبها ونصورها والحمد لله والشكر يعني. كل تقريبا احنا هسه عدنا بالقناه اكثر من 100 مشهد، 95 مشهد عندنا صعدات ترند الاول على العراق. طيب انت حسيت انه وصلت اللي انت تريده؟ ها؟ حسيت انه وصلت اللي انت تريده؟ نعم حسيت وصلت اللي انا اريده ان شاء الله. بعد تطمحون؟ بعد عندي طموح اكثر ان شاء الله. اها زين، شو اللي راح تغيروا؟ شنو الجديد اللي راح تطلعون؟ والله ان شاء الله عندنا اعمال قادمه راح تكون حلوه ومختلفه، ونتمنى التوفيق من رب العالمين ان شاء الله. الحمد طيب. لله. قبل ان نختم انا عندي سؤالين. السؤال الأول، تكلمنا عن كادر ماتك بصورة ملخصة اللي يساعدكم بالتصوير اللي دائما هو يتواجد ياكم، لو بس أنتوا كرار دائما؟ لا دائما بس أنا كرار. بس أنتوا كرار. أي. طيب السؤال الثاني، مثل ما ذكرت قبل لا أختم، من هو الترند العراقي الأول على اليوتيوبر على اليوتيوب بالعراق؟ الترند يعني ما أقدر أنا يجوز ما أقدر أحكي لك يوتيوبر مو كوصف. يوتيوبر أي. يعني بالعدد لو على ترند؟ على ترند. على ترند إحنا. وعلى العدد؟ على العدد هم احنا. حلو. طيب نجم شكرا لك، اليوم نورتنا برنامجنا. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. من الاجدد للاجدد ان شاء الله. نشوفك على مراحل انت وباقي الزملاء.